هلا بالعيال، السلام عليكم. الوضع ما بيطمن، الوضع ما بيطمن، مو زين الوضع، مو زين، مو زين جيم جيم. انا عارف في صرفيه كويسه يعني استنتجناها استنتاج طبعا للعقل، يعني مش الواحد يفكر شوي فيها يعني. فهم علي؟ ركز معي يا طيب شوي، ركز معي شوي. ما هذا الفنكوش؟ انه متفنكش. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا. زمان احنا كنا ميتين فاحياكم، عشنا، ثم يميتكم بموتكم مرة، ثم يحييكم، ثم اليه ترجعون. هي مش موتة واحدة، موتين وعيتين. اول واحدة انت في وطن عمك قديش تقعد؟ 9 اشهر. ثاني مرة وانت على قيد الحياة قديش تقعد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمر امتي بين 60 و70، احصائيات تطلع 67. منكم بيموت على 10، على 20، على 50، على 70، على 100، على 200، المهم الاحصائية 67. في القبر تقعد الاف السنين، في الآخرة قديش تقعد؟ إلى ما لا نهاية. لو مثلا على سبيل المثال سوينا مثلا، تعال نقول اختبار، كل واحد يسأل نفسه، من 9 أشهر تطلع على 67 سنة، من 67 لألف السنين، من ألف السنين إلى ما لا نهاية. لو مثلا أنت قلت لنفسك ودك أي منطقة تعيش فيها، أي منطقة، طبعا مش راح تطلب هذه ولا تطلب هذه ولا تطلب هذه، راح تقول إلى ما لا نهاية. إذن أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهمت علي طيب؟ أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دار الآخرة فيها فنكيش وطرابيش وشجاليق. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. قول أمين. أسلم عليك يا طيب.